السلام عليكم، بعرفكم اليوم على طريقة الدخول على موقع MS Team باستخدام جهاز لابتوب أو الكمبيوتر. ندخل عن طريق الـ LMS. بعد ما ندخل على موقع الـ LMS باستخدام يوزر الطالب، اللي هو يبدأ بأس رقم الطالب مع الباسورد اللي تعودنا عليه. بعد ما دخلنا على موقع الـ LMS تظهر لنا الصفحة الرئيسية، على يسار الصفحة إذا كانت اللغة بالعربي أو على يمين الصفحة إذا كانت اللغة بالإنجليزية. تظهر عندي الأيقونة اللي هي المربع، أضغط عليها تظهر عندي هالخيارات، أختار MS Team أو أيوة الاختيار الأخير MS Team. يطلب مني إيميل الطالب اللي هو نفس اليوزر اللي دخلنا بالـ LMS، بس هالمرة متبوعا بـ moe.ae. بيحولني إلى هذه الصفحة، بيطلب مني باسورد الطالب نفسه، بعد باسورد اللي استخدمته أو رقم سري للطالب اللي استخدمته للدخول على موقع الـ LMS. تظهر لي هذه الصفحة، أضغط على يس، بينقلني إلى موقع مايكروسوفت تيم. تظهر عند الطالب جميع المجموعات أو الشعبة اللي موجود فيها، الشعبة المسجل فيها الطالب، بالضغط عليها موجودة تيم عندي، الشعبة المسجل فيها. في حال وجود ميتينج، في حال وجود درس، ستظهر عند الطالب إشعار